طيب هرجع لك مره تانية يا استاذه ساره. لما نتكلم على ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي ده بيبقى عائد لايه؟ وبرده لما نتكلم على انخفاض عجز الموازنه اسبابه. الاول بس عايزين نشرح حاجه بسيطه جدا، انه مش الموازنه هي اللي بترفع الناتج. طبعا الناتج ده هو اجمالي ما تم انتاجه مساوي على الخدمات في الاقتصاد ككل، القيمه النهائيه السلع والخدمات كده. فطبعا احنا بنشارك في كل قطاع بيشارك فيه في الاقتصاد، لكن في الاساس طبعا وزاره التخطيط هي اللي بتقوم. عشان كده احنا دايما بنكتب وحريصين جدا ان المصادر بتبقى من كل وزاره هي المسؤوله عن قياس هذا المؤشر. بيبقى عباره عن ايه؟ في نطه كبيره جدا ونقله مشاهده، وده احب جدا ان انا انوه عنه. في السياحه، السياحه هي كانت من احد اكبر مصادر القطاعات الدافعه لينا، تقريبا في 40% زياده في قطاع السياحه، فاحنا نشكر ربنا جدا عليها. الوقت الجاي كمان في استخراجات، ودي اللي مساعده في رفع معدل النمو برضه. بالظبط، استخراجات في الغاز الطبيعي عندنا دلوقتي، التشييد والبناء، دول نقدر نقول اكبر ثلاث قطاعات يعني دخلوا اموال فرفعت الناتج المحلي. بالظبط، ومن ان شاء الله مع بقيه الاستثمارات الموجوده في كافه القطاعات، منها طبعا استثمارات حكوميه واستثمارات غير حكوميه، بنستهدف انه معدل التضخم ده يزيد ل 6%. بس احب اقول بقى ايه انعكاسه على الشارع، عشان الناس دايما تقول دي احصائيات احنا مش لامسينها. في مؤشر اسمه مدير المشتريات PMI، ده متعرف عليه دوليا من احد البنوك الاستثماريه اللي بتصدره. الاكبر نطه من 20 شهر فاتوا، احنا تقريبا هو لما بيوصل ل 50% ده معناه ان في نشاط اقتصادي ورواج، معناه ان في تصدير، معناه ان في ناس بتتعين. نط الحقيقه من 48 ل 49، وده تقريبا اكبر زياده ليه من 20 شهر فاتوا، هيقارب ان شاء الله ال 50% اللي هو بيعكس ساعتها ازاي ان الاقتصاد فعلا بيرجع تاني للنمو الطبيعي، وفي عجلة النشاط الاقتصادي بتمشي. الحقيقة عايز أقول حاجة، إن في فرق كبير تاني عشان الناس بتلاحظ ما بين الاقتصاد الكلي، وهي المؤشرات اللي هي على مستوى الدولة اللي احنا عاملين نحكيها لهم، وما بين الاقتصاد اللي في الشارع اللي هو اقتصاد الشركات والأفراد اللي هم لسه عندهم شوية عقبات، واللي مش هنقدر نقول إن احنا حلناها كلها، ولكن نقدر نقول بمنتهى البساطة إن احنا على الطريق الصحيح. زي ما كده المية بتمشي مثلا في المواسير من فوق لتحت، من الاقتصاد الكلي إلى الاقتصاد الجزئي بتاع الشركات والأفراد، إن من المفترض إن هذه الأموال اللي تم ضخها من استثمارات، من مشروعات إن شاء الله كبيرة عملاقة بتستوعب عدد عمالة ضخم، احنا يعني مستهدفين عدد عمالة ضخم يكون بيشارك السنة دي، من قطاعات كتيرة زي ما أشرت في الأول، حكومية وغير حكومية، كل ده مع بعضه بيساهم في تحقيق النمو اللي احنا بنتوقعه. تمام.